اركضوا اركضوا. شوفي سواش يا فوز، انت بتعرف منيح شو صاير. طول بالك يلا ياسمين، بعدين شوي تعال سواش. سواش طول بالك، ما بصير اللي عم تعمله. سواش بيك، سواش حبيبي، بترجاك انك تهدى شوي، طول بالك، ما بصير هيك يا جماعه. لو سمحتوا لو سمحتوا ارجعوا. يا فوز انا ماشي، بكفي هالاجعه عم نعمل تقريبا. بس ممكن تسلمي لو سمحت كلمه، بس اشرحي لنا ليش هيك. كلمه وحده يا بيك، بس كلمه وحده. شو هاد اللي عملته سواش؟ عن جد ما بعرف شو بدي اقلك. يعني كتير عجبتك هاي البهدلة اللي تبهدلناها قدام ضيوف الكاميرات؟ ما تبهدلنا يا ياسمين، لو اني ما ضربته ساعتها كنا تبهدلنا. منتبه على حالك شو عم تحكي؟ ايه منتبه. انت بتعرفي مين هاد؟ يافوز كوركماز ما؟ امبلا. شو يعني هاد الحكي؟ فهمني مين بيكون؟ كنتو مو كوركماز يا ياسمين، كنتو ليافوز هي مورا. مورا؟ ايه هذا النادل اخوها لتشيك. شو؟ ما جاب لك سيرة هالشي ما؟ لا طبعا ما جاب لي سيرة اي شي. هذا شي طبيعي، ولسه في كتير شغلات ما جاب لك سيرتها. شو قصدك تقول سواش؟ هرب الواطي. يلا خلينا نمشي، يلا بقى بحكي لك كل شي على الطريق. طيب الو اشرف، بعت لي رجال عبيت يفوز وعم كان شغله كمان، عم تفهم؟ خلوني يمسكوا اول ما يوصل. نحن رايحين على بيت ياسمين خالي. ماشي ابني، يفوز راح بس انا حكيت مع اشرف. فهمت، تعال معنا خالي خلينا نوصلك. لا انتوا روحوا، انا باخذ تاكسي وبروح لحالي. ماشي يسلم خاطرك، يلا خلينا. مع السلامة. اطلب لي تاكسي ابني. امرك يا بيك. ياسمين بدي اياكي تهدي شوي وتسمعيني. ماشي فهمت، يلا قول. انت بتعرفي انه تشيك انخطفت؟ ايه بلا بعرف. ياسمين يافوز هو اللي خطف تشيك. شو؟ ايه هو اللي خطف اخته، وكانت رح تجن من الرعب اللي عاشته. بس يعني هو مو بيكون اخوها؟ ايه بلا، بس هذا مريض نفسيا، ندل لدرجة انه بيعمل اي شي حتى معه. يا ربي دخيلك هالمسكينة. اهدي ياسمين اهدي، هلا انكشف. هذا الرجال كان دائما عم يحوص حوالي. سواش يا فوز بيعرفوا منيح لعمر. لا تخافي ما بيقدر يعمل شيء. طيب استعجل شوي. انتو من امتى هون؟ نحن اجينا بعد ما خبرتنا بشي ربع ساعة. صار شي بغيابي؟ لا اغا،
كل شيء طبيعي. منيح، فتحوا عيونكم. تؤمر أغا. أهلا وسهلا. تعال حبيبي. شو صاير لحتى إجوا كل هالرجال؟ استنى أمي هلأ بشرح لك كل شيء، بس اهدي وسكري الباب وراكي. يا عمري أنت. ألو. نعم. كيف؟ شو عم تحكي؟ متأكد؟ ماشي أنا جاي فورا. سوا شوفي. لازم امشي. احكي لي شو صاير، لا تخوفني. بعدين ما معي وقت، بدي اياكم تنتبهوا منيح. ماشي. شو عم بصير ياسمين؟ عم بتقولي لي طولي بالك، بس شو هذا الجيش اللي برا لك بنت؟ احكي لي شو عم بصير. يا ربي تلطف فينا. ليش هيك؟ ليش هيك؟ اهلا وسهلا معلم. ما لازم اي حدا يعرف اني هون، عم تفهموا؟ امرك ماشي معلم. اذا حدا عارف اني هون بحرقكم. امرك ما بدك معلم. أغا شوفي، إجاك تليفون. تفضل. سعيد. مش الحال سعيد؟ لا معلم، مصطفى نفد من بين إيدين الرجال، سامحني. شو؟ عأساس قلبه قوي؟ طلع في مين عم يحمي لمصطفى معلم، وما أظهر حاله غير لليوم وبآخر لحظة. خلاص، مجموعة فاشلين وحسابكن عصير. زيك نلا. نعم ابني. خالي انا هلا رايح السجن. خير؟ في شي مو منيح؟ في حدا كان بده يقتله لمصطفى. شو؟ شو عم تحكي انت؟ الحمد لله جماعتنا اللي جوا انقذوه. ياسمين ما رح تحكي لي وتطمنيني بقى؟ امي قلت لك اني ما بعرف، صدقيني ما بعرف شو عم بصير. طيب هدول الرجال ليش واقفين قدام الباب؟ ها؟ شو صاير؟ يا الله لوين راح بدون ما يخبرني؟ طيب ليش حصب كل هالقد؟ والله انا خايفة ومقطوع قلبي. خايفة ليقوم يأذي له شي حدا وهو معصب هيك، الله لا يقدر. لا أمي طمني، سواش ما بيعمل هيك شي. إن شاء الله. أخي؟ مصطفى أنت منيح؟ صار لك شي؟ ما فيني شي، أنا منيح. تعال عود، تعال. انت عامل مشكلة مع شي حدا؟ يلا مصطفى احكي لها اخوك. لا اخي ماني عامل هيك شي. مصطفى لما اجينا لعندك هداك اليوم كنت كأنك مشوش، شو كان في براسك؟ يلا مصطفى قل لي هلأ شو اللي كان شاغل لك تفكيرك. اخي مو انا ما قتلت حدا؟ ايه سألته أنا للأخ يافوز. سألت يافوز؟ وليش لحتى تسأله شو علاقته؟ يافوز هو اللي عطاني السلاح. شو؟ إمتى عطاك إياه؟ أحكي لي مصطفى. قبل ما فوت لهون قال لي إنه عنده سلاح، قال لي خده وما حدا رح يقدر يستفزك بنوب. أنت ليش عملت هيك يا مصطفى؟ خليته يضحك عليك؟ مو هيك أخي، هو ساعدني واليوم اجا يشوفني وسألته. يافوز ما اعطاني جواب واضح لأعرف الرجال ميت ولا عايش.
كيف يعني ما نجحتوا ها؟ كيف ما قدرتوا تمحوا لمصطفى من الوجود؟ ما فكرتوا شو راح يصير فينا إذا هالولد حكى اللي بيعرفه؟ أول شي رح نأمن على حالنا، بعدين الضربة اللي أكلتها رح رد له إياها لصواش على قريب. ما بدك تحكي لنا بقى يا بولات؟ شو هاد؟ كل رجالنا منفعلين ومعصبين وكلن عم يرقدوا مستعجلين، شو عم بصير؟ اختي قلتلك ما في شي، خلاص. بولات انت وين كنت؟ حدا صار له شي؟ ليكون صاير له شي لسواش. لك اختي شو هالحكي عم تحكيه؟ بعيد الشر عنه. طيب معناتها شو صاير؟ انا ما قلتلكن انه ما في شي؟ العمى شو بتضلكن تنقوا؟ اشي بوجع الراس والله. السيد يفوز كوركماز على وجهه. وقع هذا الحادث اثناء حفل افتتاح المشروع. يا جماعه اذا بتريدوا خلاص لا تثوروا. السيد يفوز كوركماز بالتحضير سويا لهذا المشروع الجديد. وبعد هذه الحادثه التي اثارت المتواجد يا شباب ترك صواش بلدار المكان دون ان يجاوب على اسئله الصحفيين. اما رجل الاعمال يفوز كوركماز فانه وبعد هذه الحادثه مباشره اختفى من مكان الحادث. ولم يعرف احد ما هو سبب الخلاف الذي وقع، لكن هناك بعض التكهنات التي تقول ان ياسمين اوستن حبيبة صواش والتي تعمل لصالح يفوز هي سبب المباشر بهذه الحادثة المشاجرة بين صواش ويفوز. اما صواش بالدار الذي ما يزال متزوجا بفتاة اخرى فانه لم يقطع علاقته الطويلة التي تجمعه بياسمين اوستن، هذا حسب تكهنات البعض. هربت منا وطلعت وقفت برا، بس عرفنا كل شيء من التلفزيون. تلفزيون؟ شو قالوا بالتلفزيون؟ قالوا انه سواش رح تخانق مع يفوز. ليش ما عم تحكي لنا يا بولات؟ شو بدي احكي لكم اختي؟ احكي لنا اللي صار بالتفصيل. سواش وينه؟ ليش تخانق مع يفوز؟ اختي هدول الرجال ليش عم يركضوا؟ لوين بدهم يروحوا اه؟ اختي بترجاكي اهدي، هي تدابير امنيه. بس ما يكون سواش رح لعند يفوز، بس ما يعمل له شيء عمله يا بولات. استغفر الله استغفر الله، شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ خلاص سواش هلا بيرجع وهلا هو بيحكي لك. الو نعم جيدة. ياسمين شو صاير؟ دريت انه خلال الافتتاح تبعنا صار في مشاكل. ايه مبلا صار معنا مشكلة مزبوط. بس كيف صار هيك شيء؟ بس شوفك بحكي لك ما بقدر على التليفون، خلينا بكرة نعمل اجتماع ونحكي بهالخصوص. ماشي بس خبريني شو اللي صار يا ياسمين. خلاص بكرة بنحكي جيدة. طيب مثل ما بدك. لك ما في حدا بهالبيت يفهمني شو صاير؟ خلص اختي اهدي، هلأ لما بيجي صواش بيحكينا. امتى بدو يجي خالي صواش تيتي؟ ها
يمكن اجا. ماما اجت. ماما اجت. يا عمري انت. تعا حبيبي. امي شو؟ احكيلي شو صاير يلي سمعته على التلفزيون مزبوط؟ مزبوط بنتي مزبوط. ماما خالي ضربوا لعمو يافوز. انا كتير زعلان من خاله. ما في هيك شي حبيبي، ما في هيك شي. تعال اقعد جنبي. تعا اقعد هون. ليش خليتوا باران يسمع؟ صار الحكي قدامه؟ ما بدك تحكي لي شو صاير؟ حملت حالك ورحت وتركتني خايفة عليك. معك حق، لا تواخذيني. انحلت، ما في شي مهم. سواش أنا عن جد كتير قلقانة، قلي لوين رحت؟ معلش ما نحكي بالموضوع؟ ياسمين هاي الأيام مو أيام عادية. اليوم عرفنا مين بيكون يافوز، بهاي الفترة رح كون كتير منفعل. بس كل هذا بكفي. وإنك تكوني أنت وعمر بأمان وسلامة بكفة تاني. نحن بأمان، رجالك موجودين بكل مكان، ما رح يصير لنا أي شيء. قصدي يافوز يا ياسمين، هذا واحد مجنون وما عم يشوف قدامه، مستعد يعمل أي شيء. ياسمين، هذا المكان مو أمان عليك بنوب. سواش كتر حراسة حول البيت، خذ احتياطاتك، عمل كل اللي بيلزم. بس إذا رح تطلب مني إني إجي على بيتكم ما تظن وافق على هالطلب. يعني بدك تضلي شغلتي لي بالي؟ ما عم تفهميني؟ سواش انت اللي ما عم تفهمني. بدك ياني مشان واحد مجنون مثل هاد اترك بيتي؟ لا، وكمان بدك ياني اثنيناتنا نستسلم. مشان هيك كتبت لك هديك الرسالة. كفي هيك بقى، رح نقعد نستنى ونحن عم نصفن ببعض؟ وينو هذا سواش؟ صار نص الليل. الظاهر ما بقى عنده أي إحساس بالمسؤولية تجاه أمه. ما قال لحاله خليني روح أحكي لها لأمي مشان ما تقلق. أختي طولي بالك، لا تخلينا نكون بشي ونصير بشي تاني. بتمنى قلك يا اسمي، وبتمنى ضل كرر اسمك دايما وصورتك ما عم تفارق عيوني. يا نزل. اذا ما بخليك تندم على هالشي ما بكون يافوز مورا.
صباح الخير امي. سواش انت حابب تموتني ابني؟ من امبارح المساء لهلا وانا ناطرتك. لا خالك قبل يحكي لي شيء وانت ما في منك اي خبر. يعني حلوة اعرف باللي صار من التلفزيون؟ ملاقية حلوة؟ لا تاخذيني يا امي، بس كنت مشغول كتير. ليش رح ضربته لي يا فوز؟ شو عمل معك؟ في شيء بخصوص العشيرة الله لا يقدر؟ لا امي. نسيت قلك اني شفت ياسمين على التلفزيون. ليكون عمل شيء مو منيح لما كنتوا مع بعض. لك ما عم بفهم يا ابني. امي، يا فوز طلع عم يشتغل مع ياسمين. طيب ليش؟ ليش لحتى يشتغل مع ياسمين؟ يعني يا فوز ما بيعرف انه هالشي ممكن يضايقك ويزعجك؟ الظاهر ما بيعرف. سواش لا تخبي علي، المشكلة اللي صايرة بيناتكن اكبر من هيك بألف مرة. احكي لي بقى شو عم بيصير. قلت لك يا امي، يا فوز تجاوز حده وانا ما عملت غير اللازم. ماشي؟ يلا انا رح روح لعند خالي. معلم، تتذكر الرجال اللي خطفوه لتششك خانهم؟ كنياس ورمضان؟ ايه شو بهون؟ هلا وصلنا خبر انه عيلة بالدار عرفوا. شو عرفوا بالضبط؟ احكي. عرفوا انك انت اللي طلبت منهم يجوا على اسطنبول. شلون هيك؟ مين قال له؟ من وين عرفوا؟ ها؟ من وين؟ إذا بلاقي بيناتكم واحد خاين رح استغسلكم، فهمتوا؟ إلع! يا لطيف، انت شو بتحبي النوم؟ مين؟ انا بحب النوم؟ ايه، على اساس انا ما كنت عم بقدر فيه الصبح. خليني نام خمس دقايق كمان بترجاكي بالليل. وقتها كنت عم مسأل عليك مشان تفيني مرة تانية لاني كنت مبسوط. ايه انا صدقتك. يلا لكان خلينا نمشي مشان ما تتأخر على شغلك. ماشي، مشغول على صواش. لما حكيت معه المساء كان معصب، ما قدرت اسأله عن شيء، وهو لهلا ما اتصل فيني. وانا مشغول بالي عليهم. شو ممكن يكون صاير شيء يخلي سواش معصب كل هالقد؟ ما بعرف، بس اكيد صاير شيء مهم. لو سمحت جبلنا الحساب. يعرف انه انا المتصل. لا، ما في حدا، انا لحالي. وليش نحكي بالسر؟ اخي انت وينك؟ رح احكي لك تششك، اصبري واسمعي. عم بسمعك. بس انشغل بالي لما سمعت الخبر. شو عم يصير؟ صواش ليش تهجم عليك؟ تركينا منه هلا. بدي اياكي ما تصدقي ولا حرف من اللي بدك تسمعي عني. سمعتيني تششك؟ ليش، شو ممكن يقولوا؟ انت لا تصدقي لسواش، هو هلا مزعوج مني كتير، فهمتي علي؟ مزعوج؟ ضربك لانك عم تشتغل مع ياسمين؟
بس انا نبهتك ما هيك؟ وقلت لي انك بتعرف شو رح يعمل اذا عرف انك عم تشتغل مع ياسمين. ما في شركة اعلانية تانية غير شركة ياسمين؟ ما عندي وقت احكي بالموضوع تششك، بس حك تنسي اللي قلته، بحكيكي بعدين. اخي صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. تفضل يا خالي. بدك توصلني؟ أنا رح أوصلك. بلا ما تعذب حالك، إذا بدك أنا بقدر روح لحالي. هاي تعليمات سواش أخا، أنا ما فيني خالفها نهائيا. هذا الندل خلى اخي صدقه، خلى اخي صدق انه مجرم وقاتل، خوفه وعمله مثل الخاتم بايده. خالي انت ما بتتخيل ابدا شو عامل فيه لمصطفى، خلاه يقوص حتى ابوه. هلا هيك رايك؟ هو خلى مصطفى يروح يقتله ابوه؟ انا متاكد من هالشي، اتخلص من ابوه وعمل من اخي قاتل. لازم نلاقي له الندل، لازم نلاقي حتى لو كان تحت سابع ارض. شوي تانية كان رح يقتله لاخي مصطفى. سواش انا عقلي رح يطق. شو هالرجال هاد؟ وليش كل هالعداوة هاي؟ حتى العداوة إلى أصولها وآدابها خالي. هذا الرجال ما عنده ضمير، عم ينبش قضية التار مرة تانية. طيب وهو شو له مصلحة بهالشي ابني؟ راح أعرف يا خالي، أكيد راح أعرف. أنا واثق إنه هذا الواطي بيفرح لما بشوف الدم. يمكن في ضغط زيادة على الشبكة. انت حكيت مع امك سواش؟ كان مشغول بالها عليك كتير. حكيت معها بس ما قدرت احكي لها كل شي، ما قلت لها عن تشيك ولا عن مصطفى كمان. منيح انك ما خبرتها، معك حق. اصلا ما حدا رح يصدق هيك شي مبدئيا. قلت لها انه يافوز عم بيشتغل مع ياسمين لهيك عصبت منه. برافو عليك، بلا ما ينشغل بهذا. ايه هيك احسن شي. وهلا لازم احكي مع تشيك. سواش بدي اقول لك شغلة. تشيك؟ نعم اختي. ليش اخوك عم بضل حايص حوالين سواش؟ شو عم تحكي اختي؟ شو اللي بده يعملنا لسه؟ ما اكتفى؟ يتم لي ابني وهلا بده يحرمني من سواش؟
جيدة خانم. مرحبا يا فوز بيك. مرحبتين. شو وين صافن انت؟ بنظن اذا كان يلي عم تقوله صحيح انه صواش عنده علم بكل شيء ما رح يمر لنا اياها على خير. معناتها ليش قاعدين هون؟ خلينا نمشي، هاي المصاري صارت معك. ما عجبتني هالفكرة بنوب. ليش بقى؟ نحمل حالنا ومنسافر لبين ما تهدى الأمور. أنت ما بتعرفي صواش قديش واصل. بلاقيني حتى لو كنت متخبي تحت الأرض. أنا ذبحت حالي بس من شان أقدر أطلع بكم قرش. وأنت شو رح تعمل؟ بكرة مع الوقت بتعرفي. أنا اسمي بورا أويان يا حبيبة قلبي. يعني إذا كان في حنفية مي باردة رح أكتفي بكاسة واحدة؟ أكيد رح أخلص الخزان كله. كأنك أنت مانك ناوي تنفصل أبداً عن نازم. أوعك تحكي هيك يا بنت. بتتضايقي إذا طلعت من هالقصة بمصاري أكتر وبدون ما أتواجه مع صواش؟ ها؟ بدي أشتري لك السيارة اللي عجبتك يا روحي وبدنا نعمل سياحة. بنتي تعي شوفي لي الصلصة إذا حدة. إذا بتحطي كمان بيكون أحسن. تفضلي خالي فداء. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. نازان شو شكلك؟ مانك نايمة بنتي؟ عيونك منفخين. لا تسأليني، أصلا ماني عم بقدر نام. توني وين الدواء تبع باران؟ موجود بخزانة الأدوية، يلا رح جيبه. رح عزبك معي. شو هالريحة؟ شو عم تخبصوا انتو؟ عم نعمل كبة مقلية مع لحمة. انت كتير بتحبيها. شو شكلك مو مبسوطة؟ خير؟ شو صار لك نازان؟ لما كنتي عايشة معنا كانت هاي الأكلات. نازان اوعك تكوني. ماني متحمل الريحة، ريحة كتير بشعة. قولي لدوني خليها تجيب الدواء على غرفتي. تشيك لما سمعت انهم عم يشتغلوا مع بعض ما ضل فيني عقل بنوب. فهمت. انت كنت بتعرفي انه اخوك عم يشتغل مع ياسمين ما هيك تشيك؟ ايه. وانه كمان غير اسم عيلته ما؟ كمان كنت بعرف. اي نعم. ليش ما عم بقدر اتفاهم معك؟ حكينا بالموضوع اكثر من الف مرة. كيف بدك توثقي فيني؟ معك حق صواش، أنا آسفة. وهلا بتعرف وين مكان أخوكي؟ ما بعرف، ما رضي يحكي شي على التليفون. طيب بس قل لي شغلة. قال لي شو ما حكوا قالوا عني قدامك لا تصدقي. شو قصده؟ ما بعرف. اعتبارا من هلا اعتبروا كل الشغل اللي بيننا وبين يافوز بيك انتهى وما عاد رح نكمله. رح نقطع كل علاقتنا معه. يعني والحملة يلي تعبنا عليها؟
أنا حكيت اللي عندي، ما عاد نشتغل مع شركة آية القابضة أبدا، نسوها، كملوا أي شغل تاني عندكم. ابني أنا فكرت وفكرت بس عقلي بسلامتك ما بقى يستوعب. ما عم يستوعب شو؟ لك هي ياسمين ما عندها ذرة عقل يا ابني، ليش لحتى تروح وتشتغل مع يافوز؟ ما كانت بتعرف مين هو يافوز. وفوقها حفلات كوكتيل واجتماعات للمشروب، عن جد هالشي مو طبيعي بنوب. أمي أنت شو عم تحكي؟ كانوا عم يشتغلوا، الرجال غير اسم عيلته وفات على حياة ياسمين، كيف بدها تعرف هالشي؟ تسأل كيف أنا بعرف كل شي وبالتفصيل وأصل وفصل، كل واحد بفوت على هالبيت هي كمان لازم تعرف. إمتى بدها تستوعب إنها مرت زعيم العشيرة؟ بكفي أمي. إيه خلاص أنا قلت لك اللي ببالي، وإذا أنت ما عندك مانع ماشي. أمي قلت لك بكفي، أنت ما بتعرفي أي شيء. شو مفكرة حالك عم تعملي يا ياسمين؟ بهالفترة عنا شي فرصة تانية غير شغل مع شركات آية القابضة؟ ايه في طبعا، فسخت عقد الشغل جيدة، فهمي بقى ولا تفتحي هالموضوع. من ورا مشاكلك العاطفية عم تنزل على راسنا مصايب كتير. شو؟ انا اللي عم انجبر امحي وارجع زبط العلاقات مثل ما كانت يا ست ياسمين. انت عم تزبطي العلاقات؟ جيدة انت عارفاني شو عم تحكي؟ مفكرة انه سهل علي اعمل هالاتصال؟ اي اتصال؟ انا اتصلت بيافوز بيك واعتذرت باسم الوكالة، لازم تشكريني على هالشي. بولات. نعم اختي. كنت عم بحكي له لسواش عن شغلي، بس قال لي انت ما بتعرفي شي بنوب. ايه معه حق، بتكوني نفختي له قلبه. انا لا نفخت له قلبه لا عم بضغط عليه يا بولات، بس انا عم بسأل شو هو هالشي اللي ما بعرفه. شو؟ انتو عم تخبوا عني شي مو هيك؟ نحن ما عم نخبي شي اختي، حاج تبني اوهام على الفاضي. واضح انه في شي عم بتخبوا علي، وصايرين عم بتخبوا عني كل شي عم بيصير. اختي ما بعرف شي اكتر من اللي قاله سواش، ماشي؟ خلص خلص مشان الله بقى.